وعليه بالبل. اعزائي الكرام، اليوم فري فاير نزلت 5 اسلحه ولا 6 اسلحه ولا كم سلاح، خلونا نعدل مع بعضنا. عندنا 1 فوق 2 3 4 5، ثواني هن 5 معلم ولا كيف؟ انا بفتح هاي هون 1 2 3 4 5، لا 6 مع المنجل هذا معلم. يا سلام عليك. اليوم بشرف هذا المقطع يا شباب راح نحاول نحصل على جميع المناجل ونجرب المناجل. شو يا زلمه؟ مش لازم شو الاسلحه الموجوده معلم، مو المناجل، لانه في عندنا اكثر من اسلحه هون. عندنا الاسي 80 والبي 19 والجيت مونتاج والام 60 وهالسلاح الميني معلم والمنجل. يا سلام عليك. قبل ما نبلش حبايبنا الكرام، الله يسعد ليكم، ما تنسونا بزر اللايك، وما تنسوا كمان بنفس الوقت حبايبنا اللي مش مشترك بالقناه الجديده يروح يشترك حبايبي. و يلا نبلش. بسم الله على بركة الله. أول لفة طيبين، 80 جوهرة تقريبا 79، أي نقول 80 يعني حبيبي والله. هات نشوف حظنا كيف راح يكون بالحرق. أوكي، حرق الحدث معلم. أوبا حلوة، أجاني المنجر معلم، أولته أجاني المنجر. بس وش بالحظ معلم؟ حظ الملكي مضمون 50 لفة. أوكي عم يطلعوا معلم تحصل. أوبا يا سلام، هي حصلنا الـ 60. إيش الحظ معلم؟ شايف لفتين على السريع. والوال معقول احصل على شيء ثاني معلم؟ 3 لفات الجاي ولا 4 لفات الجاي ولا كيف؟ اي اوه، صفرة صفرة صفرة، فيش صفرة. الله عليك، ايش هالحظ يا شباب؟ باللوز باللوز الحظ. ايوه نكملوا. اوكي ايوه جميل. اوبا اوكي، لازم نطلع الصفرة. خلينا نصبر يعني نشوف الصفرة، لازم اشوف الصفرة يا جماعة. ما في صفرة خلاص، معناته ما في سكين. لازم صفرة يا شباب. والله طلعت صفرة وضعنا باللوس. اوه في صفرة، معناته والله حصل على السكين. شو اعطانا؟ اعطاني الجيت مونتاج. يا سلام عليك. المشكلة يا شباب كيف بدي اقدر اجرب هالاسلحة كلياتهم يا جماعة؟ يعني كيف بدي اقدر اجربهم يا جماعة؟ المهم خلينا نكمل. ايوه شوف حظه كيف. اوكي هلا انا شايف الباقي عندي، باقي لي واحد يا شباب وانا غلطان. باقي لي سلاح، لا باقي ميني شوت جن. هذا طلع لي سكن، طلع لي سكن باللوس. اوبا وهي الميني شوت جن معلم، وباقي لي البي 90. ترى شباب صراحة السكنات حلوات، ها شكلهم هيك شكلهم شكل فيوتر، ما فيوتر 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 فيوتر. ايوه انا هذا معلم حاسس انه راح يطول. يلا يا ولد خلاص لف، خلاص هذا هو طلع لي جو. وهيك طيبين بيكون طلع لي السكن الاخير، هيك بيكون حصلنا كل شيء يا جماعه. تمام هون بس صراحه انا ما شفت معلم يعني السمات تاعت الاسلحه. عندي هون اسيت ميني معلم، فيه ضرب واثنين اختراق دروع وفيه سرعه الحركه. اوكي بس لاحظت كله اختراق دروع معلم. ويل اثنين اختراق دروع فيه مدى، هذا من البعد بيخترق دروع يعني معلم باللعب الوسطاني حلو، بيخفف الدرع كمان. اوكي هذا فيه مدى وسرعه اطلاق نار جيت ميني، هذا حلو هذا حلو هذا حلو هذا حلو. والام 60 عليه فيه دقه وسرعه تحميل، بس المدى عنده ناقص يعني القرب اكثر. عن هذا السوق ميني شوت جان صراحه مش ما اعرف العب فيه شباب، معلم ما العب فيه صراحه كثير. وعندنا هذا المجال. اوكي الان شباب راح ندخل لهون، نجي لهون ايوه بهذا الشكل. نبلش البندقيه الاسي 80، هي جبناها جديده راح نحطها هون عملها تزويد عشان نجربها. وعندنا الام 60 راح ندخل نجربها كمان نشوف وضعها باللعب. وعندنا البي 19 الجديد هذا كمان ايوه بالمسدسات. عندنا الجي مونتاج والميني شيت جن. يا سلام والسلاح المنجل. اوكي وهيك الان يا شباب بكون عملنا كل شيء، عملنا تثبيت لكل الاسلحه اللي راح اجربها يا طيبين. اوكي ليك شباب بما انه عندنا اكثر من سلاح صراحه راح نضطر يعني انه ندخل ايه ادخل ادخل تدريب اول، ندخل تدريب تمام ونجرب هالاسلحه نشوف شو وضعها باللعب. سلاح سلاح تمام. بداية عندنا هون المنجل يا شباب كما ترون. اوكي راح نعمل على 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 فصلين. اوكي ما انا معلم انا لعبي صاير زباله معلم، راح ناخذ الجي تمام. وينه وينه ناخذ هذا. اوكي وعندنا هون السلاح البي 9 ناخذ بي 90 تمام. وشفت كمان كان في الاسي 80. اوكي هاي الجوله الاولى يا شباب راح نختارها البي 19. اوكي والاسي 80
والسلاح البسيط هذا. تمام اوكي انا نجرب. بسم الله. اوكي هذا كان فيه مدى، هذا شفنا فيه انه فيه مدى. شوف المدى. لا المدى تبعه صفناه برفع شوي الام لو فوق ما لم يقع يصير ديم. اوكي هذا اوبا. اوكي انا صراحه بلا 80 ما لم اسلحه هيك الون تاب يا ما مو كثير يعني ما بفهمهم كثير صراحه، مو ما بفهمهم كثير صار لي زمان حبيب والله. المهم البي 90 اوكي في عندنا 65 طلقه واو. اوكي 27ات ما 27ات تمام. اعرف انا لازم ندخل نشوف بالواقع، بالواقع ندخل نشوف الواقع معلم. شوف شو شلون شكل الشاب. بدي اياكم انتم تقرروا هذا الشيء. هل يا ترى هذه اسلحه اسطوريه ولا كيف؟ اوكي بلش بالفرد على هاللاعب. رامي جي بي 1 طب معلم. اوكي اوبا اوكي 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 السلام عليكم. اوبا اوكي اوكي الفرد اوكي خلاص الفرد تمام. الفرد عجبني شباب مبين عليه. يا زلمه ضربوني من ورا يهديكم ربي. اوكي الفرد معلم فاليد. اوبا تمام تمام انا عجبني. اوبا اوكي اسف مني صراحه ما يفهم له منيح بس باين عليه ماشي بوشي تمام. نكمل بالوضع. اوبا والله عم بجيب وتاب. ها اوكي هذا جبت 93 فرد 93 و50 فجاه ياز. اوكي هذا شكله معلم حبيب والله. لا بس هل سكليبس معلم. اوكي اسيت بيني شباب شايفه متوسط. انتوا شو يعني انتوا شو رايكم بالتعليقات؟ اوكي اوكي تمام تمام. بطلعني انت حموده يا حموده اعطيه لايك. وين اعطيه لايك يا حموده؟ اعطيه لايك يا حموده تمام. اوكي صراحه يعني شايفهم هجوم يا ولد. اوكي 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 متخبي هذا ساعته ورا. شو بيك متخبي يخرب بيتك. اوه بلوز بلوز. اوكي صراحه يعني ك بدايه اول لعب تمام يعني اول كاول جيم بلاي شايفه انا حد الان مو مش شايفه زبالي وطلعت هم مش زباله ومش توب كمان ماشي حال الاسلحه يعني صراحه يعني يمكن ما اعرف كم كلفني حصلت الاسلحه يمكن شيء 1000 ولا 2000 جوهره يعني صراحه انا حصلت عليهم يعني فكرت انه معلم حبيبه والله. تمام الان رح ناخذ السلاح. اوكي اوكي تمام هون شوف عندنا كان اسلحه ثانيه كانت موجوده. اسيت مين جربناه يا جماعه تمام. اها الام 60 اتذكر تمام ام 60 كانوا ايوه هو صح الام 60 ما جربناه. رح ناخذ من الام 60 تمام. طبعا الام 60 شباب على حسب علمي بيتطور. ثواني شوي وين كان يتطور ام 60 كان عامله ترقيه. بتجرب واحد العادي والمو عادي تمام. يلا ومعنا الشوتجن الصغير. هات نشوف الام 60 معلم كيف وضعه. اوكي رح نبلش معلم بدايتنا بالعادي 93 16 من قرب. اوكي بس برجع بقول هذا الام 60 كان مدى تبعه يعني مو باللوز. اوكي نشوف تجربه هيك بشكل ضربه بشكل خفيف تمام. هذا ال اوكي ابو شريك بيطلع لي خرب بيتك والله قهرته بالقرب. اوكي طبعا لما تقرفص الام 60 معنا بيعطي ضرب اكثر. اوبا قتلته يا جدك ديم. اوكي تك 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 اوه جبته هيد شوت والله حلو. طلع يا ول ها بلش ينام ورا الثلج. يا الزلمه هذول جماعتنا يا بندخل تدريب معلم شو قاعد تنام ورا الثلج. اوكي هو الهدف منه معلم الام 60 يعني السلاح من بعد. اوكي في لعب في ضرب في ضرب عم صاحبنا عم يلعب وان شوت. اوكي 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 ام 60 3 كيل بشكل سريع يعني ضرب 3 كيل معلم ومصلي كان 60 يعني لحد لما ما خلصته يعني مو هيك ولا انا غلطان؟ اوكي اوكي معنا ميني شوت جن معلم. شو وضع ميني شوت جن؟ لازم تلعب على القرب 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 يا معلم. اوكي صاحبنا تعال نجرب عليك نلعب. اي مياو سيخ. اوكي اوكي نشوف الميني شوت جن معلم. بعرف الميني شوت جن معلم راح اموت. اوبا طلع عليكم تستطيع. اووو 40 والله جبته 40 وكل شيء. ايوه يا معلم هات نشوف الميني شوت جن. لازم نلعب من بعد بقرب قصدي. اوكي هذا معلم بالبل. اوه اوه
يا شباب شفتوا لي الضربتين اللي وطى بعطى طياب اللي بيمشي قال انا الصراحه المعلم كنت متفاجئ. اوكي طيب شباب وبنات الله يسعد عليكم، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع وش رايكم حبيبنا بهالاسلحه نزلت جديد صراحه، يعني شيء جديد يعني والله شيء حلو صراحه، هيك احداث زمان ما شفنا هيك نوع من الاحداث بفري فاير، مجموعه من الاسلحه وهيك تغيير حلو صراحه. سو اعزائي الكرام شكرا على خير، شكرا استمتعتوا معنا بهذا المقطع الجميل الخفيف اللطيف، وشكرا المقطع جديد ما تنسوش حبايبنا بتشتركوا بالقناه الجديده الله يسعد ياكم، و رايكم بالتعليقات لهالاسلحه. السلام عليكم.